تشهد مدينة سرت استقرارا أمنيا ملحوظا في ظل انتشار دوريات أفراد الدعم المركزي، وذلك بعد صدور أوامر وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف والقاضية بضرورة توفير الأمن والأمان وحماية المواطن وممتلكاته بالشكل المطلوب. احنا بتعليمات الوزير الداخلية الخطة الأمنية المشتركة بين مديرية أمن سرت والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة للبعث الجنائي، نحن الآن حاليا في منطقة سرت ونحب نطمن أهالي سرت أن المنطقة في غرفة مشتركة ونحن تحت تعليمات أهالي وأعيان سرت. وانخرطنا في الخطة الأمنية وقمنا بإنشاء طوق مكتمل من جهة الشرق والجهة الغربية والجهة الجنوبية، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نسأل الله التوفيق وفقنا ويهني البلاد إن شاء الله. مدينة سرت وبعد دحر الميليشيات منها بدأت شرايين الحياة تعود تدريجيا بالرغم من الحرب الاقتصادية والمرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، إلا أن دور رجال الأمن واضحا في الميدان من أجل بسط الأمن والأمان وتوفير راحة المواطن. لقناة ليبيا الحدث أحمد جمعة.